بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السؤال وردني من أخ كريم قبل قليل وأحببت أن أجيب عليه باختصار. ما هو الفرق بين الحبك والمعارج؟ نحن تحدثنا في فيديوهات عديدة عن الحبك، ومؤخرا نشرنا فيديو حول أول صورة حقيقية. طبعا نقصد بصورة حقيقية أنها ليست من رسم الكمبيوتر، بل هي صورة ولكن تم تجميعها عبر عدة أشهر، يعني تم تسليط التلسكوب على مناطق محددة من السماء والتقاط صور ودمجها، ولكن هذه الصور حقيقية بالنتيجة، هي صور تلسكوب. فهذا الكون، هذا الكون الذي نراه أمامنا أيها الأحبة، كان الناس في الماضي يظنون أن النجوم تتبعثر عشوائيا، لا تستطيع أن ترى بعينك أي نظام. عندما تم اكتشاف المجرات تبين أن كل ما نراه من نجوم في السماء هو جزء صغير من مجرة ننتمي لها نحن، اسمها مجرة درب التبانة، فيها أكثر من 400 مليار نجم، مجرة عملاقة حلزونية هكذا مثل قرص تدور في وسطها انتفاخ، كثافة شديدة بالنجوم في الوسط، وكلما ابتعدنا تقل كثافة النجوم. طبعا هذه المجرة عندما اكتشفها العلماء، اكتشفوا طبعا مجرات أخرى، وتبين لهم أنها موزعة عشوائيا، ولكن الدراسة التي أجريت في أواخر القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين بينت خلال السوبر كمبيوتر أن هذه المجرات ليست عشوائية، إنما تتوزع على خيوط كونية تمتد مئات الآلاف من السنوات الضوئية، أو ملايين السنوات أو عشرات ملايين السنوات الضوئية، خيوط عظمى. طيب هناك بالمقابل هذه المجرات عندما تجري وتتدفق لا تسير عشوائيا أيها الأحبة، إنما تجري عبر هذه الخيوط، يعني عبر مليارات السنين، كما تعلمون كوننا عمره 13.7 مليار عام، عبر هذه المليارات مليارات من المجرات خلقت وتحركت وتدفقت عبر خيوط كونية، يعني حتى حركة المجرات ليست عشوائية. إذن هناك شيئين أيها الأحبة، الحبك هو الشكل الخارجي لهذا النسيج الكوني الذي فيه مليارات المجرات تتوزع على شكل خيوط، والحبك هو الطرق التي تسير عليها هذه المجرات. الآن تم اكتشاف طرق كونية مختصرة تربط بين مثلا كواكب المجموعة الشمسية، وموجودة في الكون طرق مختصرة بين المجرات. ففي الكون أقصر طريق ليس هو الطريق المستقيم أحبتي في الله، نحن هنا على الأرض أقصر طريق بين نقطتين هو الخط المستقيم. في الكون المعادلة تختلف. لماذا؟ في الكون الأجسام تخضع لحقول الجاذبية العنيفة، حقل الجاذبية عنيف جدا أحيانا، فيمكن أن يجرف كوكبا أو حجرا نيزكيا مهما كان ضخما يجرفه باتجاه مختلف. فهذه الأجسام الكونية تتحرك أيضا عبر طرق مختصرة، تسلك هذه الطرق المختصرة لأن حقول الجاذبية العنيفة الموجودة في الكون إذا مشيت بنقطة مستقيمة وواجهت حقل قوى جاذبية يمكن أن يحرفك بعيدا فتطول المسافة التي أنت تريد أن تصل إليها. لذلك أنت إذا اتبعت قواعد محددة في الكون تجد نفسك تسير مثل زجزاج هكذا بخط متعرج، ولكن هذا الخط المتعرج هو جزء من الحبك الكوني. يعني هناك علاقة أيها الأحبة بين نظام
الطرق أو شبكة الطرق السريعة في الكون، كما يسميها العلماء على فكرة، يسمونها شبكة طرق سريعة تتدفق عليها المجرات. هذه الشبكة الكونية العملاقة يقابلها شبكة تسمى، أو نحن أسميناها، أو أنا وجدت أفضل تسمية لها، المعارج، يعني الطرق المتعرجة التي إذا سلكها أي جسم فإنه يصل خلال أقل زمن ممكن. لذلك الله تبارك وتعالى عندما أخبرنا عن الحركة في الكون يستخدم كلمة يعرج، يعلم ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، حركة تعرجية. هذه المركبات الفضائية التي تخرج إلى المريخ تسير بحركة لولبية متعرجة ومنحنية أحيانا، ليس بخط مستقيم على فكرة أحبتي في الله. فإذا هذه المعارج أقسم الله بها أيضا، أقسم بهذه الظاهرة وأنبأنا عن المعجزة ستحدث في المستقبل، أن الإنسان سيعرج إلى السماء وسيرى كيف يغلق بصره، وسيرى كأنه يتعرض لآثار السحر، لأن الإنسان في الفضاء عند مستوى الجاذبية صفر، يفقد الجاذبية، هناك تغيرات تحدث على العظام والنظام، نظام الدورة الدموية والعمليات في الدماغ، وحتى عمليات الهضم تختل، حتى عمليات الاستقلاب تختل في الخلايا. وزن الجسم ليس له وزن، النوم يختل، نمو الجسم يختل، حتى نمو يعني البصر، هناك مشاكل كثيرة يتعرض لها الإنسان في بصره، قد تسبب العمى مؤقت، غياب الجاذبية أيها الأحبة قد يسبب العمى مؤقت. هناك أحيانا أعراض الإنسان يشعر بضيق نفس، يشعر بنشفان في الريق، يشعر بدوار واضطرابات، وكأن سكرات الموت تأتيه، كأنه سكران، كأنه شرب الخمر، يفقد أعصابه ويفقد السيطرة على نفسه. فهذه الأمور أنبأنا عنها القرآن عندما قال: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. كلمة بابا هنا إشارة إلى أماكن محددة يجب أن تخرج منها لتصل إلى الهدف، يعني أنت لا تستطيع أن تخرج عشوائيا، كل رحلة فضائية يتم دراستها عدة أشهر بدقة، المسار الذي يجب أن تنطلق منه، النقطة التي ننطلق منها، والمسار الذي سترسمه هذه المركبة المنحني والمتعرج حتى تصل إلى هدفها. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا، ماذا قالوا؟ إنما سكرت أبصارنا، سكرت معنى أغلقت، وبمعنى أصابنا شيء من السكر، أعراض السكر، أعراض اضطرابات في الدماغ، بل نحن قوم مسحورون. يعني يتساءل الإنسان الذي يخرج، هل أنا تعرضت للسحر أم أن بصري أغلق أم أنني تعرضت للسكر أم ماذا؟ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، إشارة إلى الحركة التعرجية والمعارج، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هذه آية نزلت في مكة المكرمة أيها الأحبة، في مكة المكرمة، ردا على استهزاء المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وردا على إيذائهم لهذا النبي الكريم، أعطاه الله هذه المعجزة ليتلفظ بها بفمه الشريف قبل 1400 سنة، ونحن اليوم فقط في أواخر القرن العشرين عندما صعد الإنسان إلى الفضاء فقط استطعنا أن نفهم معنى هذه الآية التي نزلت في مكة في بدايات الدعوة على فكرة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا خلاصة هذا الكلام أيها الأحبة، لا تعارض بين الحبك والمعارج. الحبك هي طرق كونية لها شكل يشبه النسيج،
والمعارج هي طرق مختصرة بين المجرات والنجوم والكواكب، وضعها الله سبحانه وتعالى وذكرها في القرآن العظيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة إليه، تعرج الملائكة. إذا حتى الملائكة عندما تتحرك تتحرك بحركة تعرجية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.